خلينا كلنا سوا نتشبه بمحبة يسوع وتواضعه ونصلي مع بعض مسبحة قلب يسوع. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الآب الأزلي، إني أقدم لعظمتك دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة. أيها الآب الأزلي، إني أقدم لعظمتك دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة. يا يسوع الودي والمتواضع القلب،
إني أقدم لعظمتك دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة. Jesús.
يا قلب مريم الحلو كن خلاصنا. أيها الآب الأزلي، إني أقدم لعظمتك دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الحلو أيها الآب الأزلي، إني أقدم لعظمتك دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة. والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك.
Thank you.
يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا ربنا يسوع المسيح، يا من بمحبة جديدة ارتضيت أن تفيض على كنيستك خيرات قلبك الإلهية، امنحنا قوة لأن نكافئ محبة هذا القلب الأقدس، وبالكرامة الواجبة نعوض عن الإهانات التي يفعلها جاحدو معروف هذا القلب الحزين. أيها الإله الأزلي القادر على كل شيء، انظر إلى قلب ابنك الحبيب وإلى الوفاء والتسبيح التي قدمها لعزتك عن الخطأ. اغفر لهم إذ يطلبون رحمتك، وارض عنهم باسم ابنك سيدنا يسوع المسيح الذي معك يحيا ويملك بوحدة الروح القدس إلى دهر الداهرين. آمين.
يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا لنا وسفك دمك الثمين لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على أنفسنا المسكينة، وعرفنا كم هي ثمينة لكي نحبك ونعوض بالندام عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن جاحدي إحساناتك. قدس نفوسنا يا إلهنا بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بحبك. ارحمنا يا رب لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل إلينا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم. واجعل الرعية واحدة لراع واحد. آمين. انظر يا ربي إلى الأراضي المغطاة بالحصاد، وأرسل فعلة لحصادك. يا رب استمع صلاتنا وصراخنا إليك يأتي، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك أيضا. فلنصلي أبانا والسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه، وارتفاع شأن كنيسته، وارتداد الخطأ إلى التوبة، وغير المؤمنين إلى الإيمان. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا قلب
سيدنا يسوع المسيح ومحبة قلبه الأقدس تكونان مع جميعكم باسم الله. Before